وحموريه وصقبه في الغوطه الشرقيه المحاصره. كذلك اعلنت مصادر محليه تعرض مستودع يحتوي مساعدات غذائيه لقصف صاروخي، وهي المساعدات نفسها التي ادخلتها الامم المتحده والهلال الاحمر السوري الاحد الماضي في 24 شاحنه. من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري في قوات النظام صد محاولة تسلل مسلح الفصائل إلى إدارة المركبات العسكرية، وأعلن مقتل العشرات منهم، فيما اعترف قائد ميداني آخر بمقتل عدد من قوات النظام، مشيرا إلى أن الهجوم نفذه مسلحون منضوون تحت تنظيمي جبهة النصرة وفيلق الرحمن عبر تفجيرهم سيارة مفخخة. الاتهامات بين الجانبين استمرت إثر رد المعارضة على قوات النظام باستهداف منطقة العباسيين في دمشق، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تزايد القصف في الغوطة الشرقية حيث يقتل نحو 400 ألف مدني، وحذرت المنظمة من استمرار القتال في الغوطة الشرقية وإغلاق المدارس. فالغوطة الشرقية من المفترض أنها منطقة خفض تصعيد وفق اتفاق أستانا بين روسيا وتركيا، يعني فرض اتفاق أستانا الآن الماضي. بحلب مولعة، بالأتارب مولعة، بالغوطة مولعة، بدوما مولعة، فرط الاتفاق طبعا أستانا في مدينة سوتشي الروسية. وأكد المهم أن محمد بن سلمان يحاول يعني يساعد الثوار ويساعد، إذا بده يقصص أجنحة حزب الله والحرس الثوري الايراني يجب ان يساعد الثوار محمد بن سلمان، والهدف المصرح به مش يحكي بس ويبعد الحل السياسي في سوريا. والموعد القادم من سوتشي الروسيه، اجتماع قمه يعني اليوم هي الامم المتحده زعماء كل من تركيا وروسيا وايران، الدول الثلاثه الروس استعملوا الفيتو للمره العاشره السياسيه، للمره العاشره الروس استعملوا الفيتو في مناطق التهدئه. هذه المناطق التي أقرت في اجتماعات أستانا العاصمة الكازاخية، والتي طالما شهدت خروقا في مناطق عدة. وما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية بريف دمشق من استهداف للمدنيين أكبر دليل على ذلك. أي يقتل المدنيين الآن بشار، يعود يقصف مدنيين مجوع 400 ألف. أهمية التخطيط لهذه القمم في ظل الانتهاكات التي يقوم بها النظام في مناطق التهدئة، الدول الثلاث ستناقش عدة قضايا أيضا، منها الانتقال السياسي، لكن ذلك لا يمنع أن كل منها لن يكون هناك أمان في سوريا وبشار يتنفس في سوريا. كل هذا مضيع للوقت. مواجهة خطر المسلحين لا سلام في سوريا بوجود بشار الأسد. من واشنطن استكمالا لعمليتها الحالية هناك بمعونة فصائل من الجيش الحر. أما الإيرانيون فسيسعون دون مواربة لتعزيز مناطق نفوذهم المتعاظم في مختلف المناطق السورية. وليبرمان امبارح قال لن نقبل بالوجود الإيراني في سوريا في الشرق الأوسط. في المقابل يريد الروس توطيد إنجازاتهم وسعيهم لتحقيق تسوية سياسية تضمن بقاء مصالحهم الاقتصادية فضلا عن قواعدهم العسكرية. وفي كل الأحوال يبدو لوهلة أن مصلحة الشعب السوري الحقيقية هي آخر ما يفكر فيه هؤلاء جميعا. وفي كل الأحوال يبدو لوهلة أن مصلحة الشعب السوري الحقيقية هي آخر ما يفكر فيه هؤلاء جميعا. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية ترد على عدوان إيران بعد أن طفح الكيل من ممارساتها. جاء تصريحات الجبير في لقاء مع وكالة رويترز للأنباء. أنت يا جبير، أنت يا جبير حترد على إيران؟ ما إيران عم تلعب لعب بسوريا، أنتوا زي الخواريف ما عم تعملوا شيء بسوريا. ميليشيات حزب الله متورطة في تهريب السلاح إلى الكويت وفي أعمال الفوضى في البحرين وفي دعم ميليشيات. هاي نص ليرة إجا لعندكم على السعودية وضرب الصاروخ على الرياض. حزب الله ذراعا لإيران أو عميلا لها، وهذا يجب أن يتوقف. وأضاف الجبير أن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن المجاعة في اليمن بسبب الحصار والقصف العشوائي ويجب محاسبتها. They are the ones who are responsible for the